Gymnastics coach. I'm from Egypt. وبعد كده بدأت أمرن في النادي اللي أنا كنت بلعب بيه في مصر لمدة 8 سنين. وبعد كده نقلت هنا دبي. كنت بدور على كلاب إن أنا أدرب فيه. لقيت إن هو دو جيم بس اللي موجود وكذا حاجة تاني. بس إن أنا حاولت إن أنا أكون في دو جيم. أنا بنصح أي واحدة أي بنت صغيرة إن هي تبدأ من دلوقتي تلعب جمباز إيقاعي. عشان الجمباز بيخلي الجسم كويس لما هتكبر هتكون جسمها كويس وهيديها ان هي تبقى عندها روح رياضيه تتعامل ازاي مع الناس فانا مبسوطه جدا ان انا اكون في الفاميلي بتاع دو جيم وانا مستنيه ان انا اشوفكم كلكم ان انتوا تيجوا تشوفوا ازاي احنا بنشتغل هنا في دو جيم وقد ايه ان احنا بنكون مبسوطين والبنات بيكونوا مبسوطين وهما بيشتغلوا معانا